سبحانه وتعالى في الآية التي تلتها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين بتقواك وعقيدتنا وإقامتنا لشرعك يا رب العالمين. بل وعدك الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة بعدها فقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فكفارة الذنوب ورفع الدرجات مرهون بعقيدتك وإيمانك، ومرهون باتباعك لشرع الله عز وجل وإقامتك لمنهج الله. تلك هي العقيدة والشريعة التي ينبغي أن يسير عليها المسلم في حياته، يؤدي حقوق ربه عليه، ويقيم شرع الله عز وجل فقها وعلما وتطبيقا لأوامر الله وأوامر رسوله ونواهي القرآن ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعقيدة والشريعة ينجيك الله من الفتن، وما أكثر الفتن، فتن في الدنيا، والدنيا كلها فتنة من ساعة الميلاد إلى الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بل وفتن علامات الساعة ونحن نعيش زمانها، وفتن الاحتضار عند الموت، وفتن ما بعد الموت في حياة البرزخ في القبر، وفتن أيضا يوم القيامة ومحطاته. من ينجيك من هذه الفتن إلا أن توحد الله وأن تقيم شرعة الله عز وجل؟ نحن نعيش في زمن الفتن، كل أسبوع نرى مصيبة شكل، كل أسبوع نرى مصائب شكل. كانت قديما المصائب تأتينا من أعداء الإسلام، والمصيبة أننا نرى المصائب بين المسلمين وبأيدي المسلمين أنفسهم. أيها المسلمون الكرام، نرى في بلادنا مآسي. فوجئنا هذا الأسبوع بدعوة لتغيير قوانين الأحوال الشخصية وقوانين أحوال الأسرة، والدعوة إلى تقييد حق الطلاق بالتوثيق وبشروط أخرى، وتقييد حتى الزواج بشروط أشد. وهذا ما نبهنا إليه من قبل، أن هناك اتفاقية اسمها اتفاقية السيداو وقعت عليها دول عربية كثيرة، وهذه الاتفاقية تناقض شرع الله عز وجل لنصرة ما يسمى المرأة وإلغاء الرجل. نحن لا نريد ظلما للمرأة، وفي نفس الوقت لا نريد ظلما للرجل. بناء الأسرة المسلمة لا يكون بالاستئساد بعضنا على بعض، وإنما بحق هذا وحق ذاك وحق الأبناء بين الاثنين. لكن نفاجأ في هذا الأسبوع بمقترحات تقدم للأسف الشديد تخالف شرع الله عز وجل، تجعل الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي وبالتوثيق، مع أن الطلاق يقع شفاهة وبالإشارة، حتى لو قصد الطلاق بذلك إشارة بدون شفاهة وبدون كتابة يقع الطلاق إذا قصد المطلق ذلك، وإذا نطق بعبارة الطلاق حتى ولو لم يقصد بها الطلاق وقعت عبارة الطلاق، ووقع الطلاق لأنه لا هزل مع شرع الله عز وجل، لأن الله قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قام بعض تنابلة السلاطين من المشايخ المجرمين في وسائل الإعلام يروجوا ويدعون الحاكم إلى أن يغير أحكام شرع الله عز وجل، ويدعون إلى الإشهاد على الطلاق وعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد أمام القاضي. طب ما أشهدش وطلق وقال ألفاظ الطلاق يعيش معها إزاي؟ زنا في الشرع. يقول لك لا، لا يقع إلا لما الطلق القاضي هو اللي، طب هي متجوزة القاضي ولا متجوزة الأفندي؟ مصيبة، كارثة. شوية مشايخ عرة مجرمين مأجورين جايبينهم علشان يفسدوا ما تبقى من أحكام الإسلام في القوانين. وقد أعلن الأزهر في بيان رسمي موجود في مجلة الأزهر، وأعلن بأن الطلاق الشفوي يقع سواء وثق أو لم يوثق، والتوثيق ما هو إلا مجرد المنازعات المالية، لكن مسألة وقوعه يقع الطلاق شفاهة حتى ولو لم يوثق ولم يصل إلى القاضي أو يصل إلى المأذون، وقع بذلك الطلاق، ويترتب عليه أحكام الطلقة الأولى والثانية، أحكام الطلقة الثالثة البائنة تحرم عليه فلا تحل له حتى تتزوج شخصا آخر، ولو عاشت معه عاشت في الزنا. هذه أحكام الإسلام نريد أن نتحايل عليها؟
نريد أن نفسدها، نريد أن ندمر البقية.